فاطمة بوجو ممثلة إطار وزارة الثقافة وأيضا من فريق التنظيف مهرجان لكامل الشرف أنني عضو في لجنة يعني المنظمين لهذه الدورة. هذه يوم الأحد نعيش أجواء اليوم الثالث من الدورة الثانية عشرة من المهرجان فيلم التلفزي بمكناس. اليوم كشهد واحد الحدث أو لبرنامج لأول مرة يبرمج في المهرجان، هو لقاء مفتوح مع أبطال ومخرجي المسلسلات المبرمجة في المسابقة في هذه الدورة. أصبح الجمهور استمتع بالحوار وبطرح الأسئلة وتلقي الأجوبة مع فريق أم الرجال اللي جاءوا من العيون، والإخراج كان المخرج حكيم قبابي، وأيضا كانت المخرجة لميس من خلال المسلسل ديالها جريت وجاريت مع فريق الفيلم، معهم الممثلة القديرة سعاد خيي، وأيضا الرائدة في التمثيل وفي المسرح الفنانة نعيمة إلياس. وبعدها كان لقاء مع مسلسل كاينة ظروف، هذا المسلسل كان حقق واحد النجاح جماهيري في رمضان لمخرجيه إدريس الروخ بحضور مجموعة من الممثلين، كانت نرجس الحلاق، ابتسام العروسي، كانت هاجر مستوقي، وأيضا كان المنتج خالد النقري. ومساء بعد الزوال راه كما العاده الجمهور يلتقي مع عروض افلام تلفزيه بحضور المخرجين بحضور بعض الممثلين، وكتكون فرصه ان الجمهور كيشاهد التلفزه بعد كيقدر يتواصل مباشره مع المخرج او مع الممثل. وهذا هو المهرجان الفيلم التلفزي، يعني كناخذوا الفيلم التلفزي من اجواء التلفزه والشاشه الى اجواء قاعه سينمائيه او قاعه المركب الثقافي، وكنخليو الجمهور لاول مره يعيش هذه التجربه ديال انه كيعاود يشوف فيلم تلفزي وفي نفس الوقت كيعاود يتواصل مع او كيتواصل مع الطاقم الفيلم. يعني خاص واللي تعود المهرجان كيديروا كل سنه هو فيلم مكتوب لحميد باسكيت وبطوله سعيده بعدي، غادي يكون ان شاء الله العرض ديالو في سجن تلال مع الزوج وبحضور مجموعه من الممثلين ومجموعه من يعني من المخرجين، ايضا غيكونوا معنا صحفيين، وكنعتبروه يعني كنعتبروه لقاء خاص، يعني حدث خاص كنعيشوه لا حنايا ولا النزلاء ديال سجن تلال. كنتمناو ان شاء الله يبارك المحمود في هذه المبادرة الإنسانية وفي هذا العمل الفني، أنه كيخلي المهرجان يشاركه أيضا أو لكي يستفد منه أيضا نزلاء سجن تلال. وشكرا لكم أيضا دار ياك دار على المتابعة وعلى الدعم لكل أرشات المهرجان. حقيقة الإعلام حتى هو أيضا له دور كبير في نجاح المهرجان. وكنقول جمهور مكناس أجيو، مازال غدا لقاءات مع طاقم المسلسلات اللي مبرمجة غدا صباحا في 10:30 بالتافيلات، وأيضا بعد الزوال كاين عروض ديال الأفلام، عرض في الثالثة بعد الزوال، العرض الثاني كيكون في الخامسة بعد الزوال، والعرض الثالث كيكون في السابعة، وأكيد إن شاء الله نكون جميعا حفل الافتتاح 3 مع 7 العشية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.